السلام عليكم أصدقائي. عرضت لكم سابقا تقارير عن خبز اللواش الأرمني. اليوم راح أشوفكم الفيديو من طريقة العجن أو مو العجن، هم عاجنيها، شلون يتم طريقة الخبز، المراحل مالته حتى تتعرفون عليه. هسه نفر الكاميرا على العاملات اللي دي يشتغلون، أوكي، وصورهم عن قرب. هذه المرحلة الأولى، العجينة خليها على الميز. طبعا المرحلة الثانية راح تحولها على الصديقة العاملة الثانية. هنا عندنا المرحلة الثانية. تفرش على مخدة خاصة لهذا الغرض، وهذا التنور أمامنا. طبعا التنور دائما عموما يكون مدفون داخل الأرض، في الأرض. أها، وتغطيها. بعد دقيقة واحدة أو دقيقتين العجينة تتحول إلى هذا الخبز اللواش. ما تبانك بور باس ربي. هذا الخبز صار هذا خبز اللواش. بهذه المناطق طبعا الخبز الوقود اللي يستخدموه هو الحطب. هذا الحطب اللي يستخدم بالتنور لخبز اللواش او لخبز المعجنات الكاتا اللي شفناه قبل قليل. ولذلك دائما يكون الخبز اللي خابزي بنار الحطب نكهته اطيب. يغطوها حتى الحرارة تبقى بها. التنور هو نفس التنور العربي أو الشرقي، لكن هنا التنور شوفوا مدفون بداخل الأرض. شوفوا هسه هذا مرتفع، التنور حافرين الأرض ومنزلين التنور به. هذا الأمامنا عجينة الكاتا. الكاتا أحد المعجنات التقليدية الأرمنية. أوكي؟ هذه هسه عجينة راح بعد شوية راح ينزل بالتنور. هذا التنور محضريها. مكونات هذه المعجنات: طحين، ماء، ملح قليل أعتقد قالت، وسكر، والجوز المطحون أو اللوز يطحنوها. يعلق بالتنور، يبقى ساسكين، يتم تغطية التنور وننتظر نص ساعة إلى أن يكون جاهز. لكن إحنا ما راح ننتظر النص ساعة، لأن ورانا طريق روح اليربان، أكو مهرجان رش الماء، أريد نلحق حتى السواحنا يستمتعون بهذا اليوم. يلا باي باي. لا حقق نسينا الخبز يراني هذا ما في مكروه.